يعني عندما تذكر مستشفى الناس تذكر دكتور أنيسة حسونة. ست دي طبعا أنا بحبها جدا وبحب صوتها أنا وبرجاوي جدا، وبعيدا عن إن هي أهلوية وبعيدا عن إن إحنا أو أنا بتكلم عن نفسي بشتغل في قناة النادي الأهلي أو بنقدم رسالة إعلامية من منبر إعلامي كبير اسمه قناة النادي الأهلي، بس الدور الخيري والخدمي أنت لما تبص كده وتشوف مين اللي بيقدم النهاردة دور الخيري أو الخدمي ده مش هتلاقي فعلا غير النادي الأهلي. أنا مش بقول كده عشان شغالة في القناة، أصل سام بقى شغالة في القناة أصل بقى لازم تقول كده أصل، لا دي حقيقة. انظر حولك مين النهاردة اللي بيعمل الدور ده؟ أنا بسألك السؤال ده، مين اللي بيعمل الدور ده النهاردة مؤسسة النادي الأهلي غير المؤسسة الرياضية الكبيرة اللي اسمها النادي الأهلي؟ ده اللي كنا بنتكلم عليه سام، ودايما بنقول زي ما انت بتقولي احنا منتمين للكيان الأهلاوي بشكل كبير جدا وبنحب نادينا، لكن كمان على المستوى اللي احنا شايفينه، المستوى الاحترافي اللي شغال بيه النادي الاهلي النهارده، يعني اعتقد بروتوكول اهم جدا، اهم من ناحيتين، الموضوع وين وين. انت بتتكلم على رعايه كابتن، يعني هي كمان اتكلمت بشكل اكتر من رائع على النادي الاهلي وقالت ان النادي الاهلي بيقدم خدمه كمان للمستشفى طبعا. والخدمه دي كبيره جدا، وارتباط اسم المستشفى باسم النادي الاهلي، وان شعار النادي الاهلي يكون مثلا على الفيسبوك او على التواصل الاجتماعي بالنسبه للمستشفى ده شيء رائع. الجزء كمان البروفيشنال اللي فيه، ان كمان على مستوى الخدمات اللي بتقدمها المستشفى للفريق الاول وقطاع الناشئين كمان، اللعيبه عندهم طبعا اجهزه على اعلى مستوى. يعني ده الكلام ده كل ده بيدل ان النادي الاهلي ماشي في سكه مؤسسه كبيره، مش مؤسسه كره قدم، مش مؤسسه رياضيه بس، احنا بنتكلم على مؤسسه اجتماعيه، مؤسسه ثقافيه، مؤسسه رياضيه. فكل التحيه طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي على هذا المجهود الرائع، وان شاء الله في تقدم مستمر.